موضوع النهاردة Measurement Errors Estimation. أي measurement احنا بنعمله بأي طول عندنا بأي جهاز بنستخدمه بيكون فيه error، والإيرور ده بالتبعية بيأثر على الحسابات اللي بنحسبها بعد كده. يعني مثلا مثال بسيط على كده، لو أنا عندي مثلا ترابيزة على شكل مستطيل، دلوقتي أنا ممكن أقيس الطول بتاع الترابيزة ده والعرض، وبعدين ممكن أحسب منها الاريا بتاعة الترابيزة. فلو أنا في عندي مشكلة في الطول والعرض كالقياسات، في ايرور في الطول وايرور في العرض، فده هيترتب عليه ايرور في الاريا المحسوبة. طيب احنا هنديك بس شوية كده، نفكرك بشوية حاجات احصائية بسيطة، وبعدين نبدأ نتكلم على الايرورز اللي موجودة عندنا، ايه مصادرها، ايه انواعها، وبعدين نبدأ نتكلم على حاجة اسمها law of covariance propagation. الايرور ده بيأثر معايا ازاي في حساباتي، وهناخد examples كتير جدا بيها. في حاجة اسمها measures of location. ايه ال measures of location ده؟ زي المين، فاكرين كلنا المين او اللي هو ال average. يعني لما انا اديك شوية measurements كده، لو انا مثلا اديتك شوية اطوال، مثلا انا بقول لك قيس طول معين، طول الترابيزة ده قيسته مثلا 5 مرات، فبتجيب لي ال average في الاخر او المين. يبقى هو ببساطة جدا المين او الافريج هو ان انت بتاخد سميشن القياسات اللي عندك دي على عددهم تجيب لي المتوسط بتاعها. ايه تاني من الميجرز اوف لوكيشن؟ حاجه اسمها الميديان. ايه الميديان ده؟ خدناه زمان في الاحصاء، يمكن في سنه اولى. الميديان ده اللي هو الرقم المتوسط. ايه الرقم المتوسط ده؟ لو انا عندي الارقام بتاعتي 5 ارقام مثلا، يبقى ده عدد فردي، يبقى هو برتبهم من الصغير للكبير، وبعدين اخد الرقم اللي في النص بالظبط. طيب لو عندي عدد زوجي من الارقام 6 ارقام مثلا، برتبهم من الصغير للكبير، وبعدين باخد المتوسط بتاع الاتنين اللي في النص. يبقى انا لو عندي رقم فردي، وانا عندي رقم فردي باخد الاكس ان بلس 1، يعني انا عندي 5 ارقام، يبقى 6 على 2 3، يبقى الاكس الاوردر بتاعها رقم 3، هي دي المتوسطة من 1 2 3 4 5. يبقى انا باخد الاكس اللي هي المتوسطة رقم 3. لو زوجي بنطبق الايه المعادلة التانية دي. في حاجة أخيرة اللي هي المود. ايه المود ده؟ اللي هي القيمة الأكثر حدوثا. القيمة الأكثر حدوثا اللي هي مثلا اللي هي بنقول عليها most frequently value، اللي هي بتحصل أكتر حاجة. يبقى في الداتا بتاعتك لو لقيت رقم مثلا 10 ده اتكرر كتير، يبقى هو دي القيمة الأكثر ايه حدوثا. في حاجة تانية اسمها الحاجة التانية عندنا measures of variability. بنقدر نشوف مدى تشتت الديتا بتاعتي عن طريق ال variance. ال variance ده بيتحسب ازاي؟ ما زي ما خدنا قبل كده يمكن سنة أولى برضو، بتحسب المين بتاعت الديتا بتاعتي. يعني أنا عندي برضو 5 قياسات لطول معين، بحسب المين، وبعدين ده أطرح من كل قياس فيهم ربع، وبعدين ممكن ال n-1 دي تخرج بره، وبعدين اجيب السبمشن ده الفاريانس بتاع التباين او التشتت، بحسب منه، اخد السكوير روت، احسب منه ستاندرد ديفيشن، يبقى مدى التباين بتاع الديتا بتاعتي او الانحراف المعيار اللي بنسميه. في حاجه تانية، لو انا بتكلم على تو فاريبلز، يعني انا بقيس طول وعرض، او لو انا اشتغلت على طول لوحده ده بنسميه زي ما قلنا الفاريانس، لو اشتغلنا على العرض لوحده الفاريانس، لكن لو اشتغلنا على طول والعرض مع بعض ما يكون عندنا تو variables بنتكلم على حاجه اسمها covariance. يبقى الكوفاريانس ده بتدرس العلاقه بين تو variables. اهو نفس الكلام، احنا بس بنفك الفاريانس ده، بنفكه لتو ايتمز كده، بناخد الطول لو هو الطول x1 ولو العرض x2، بنبدا نشتغل على الطول والعرض، وبعدين summation ونقسم على n-1 نجيب الكوفاريانس. انا بقول لك لو التو parameters دول او التو variables دول ما لهمش علاقه ببعض، يعني تقاسه مثلا بجهاز مختلف، فبنقول الكوفاريانس بينهم او الترابط بينهم بزيرو. لكن لو مثلا تتقاسوا بنفس الجهاز، مثلا تقاسوا بشريط، يعني انا قست الطول بشريط والعرض بشريط، هو نفس الشريط اللي انا استخدمته، ففي علاقه بينهم بطريقه ما، لان هو نفس الشريط اللي انا استخدمته. يبقى في الحاله دي الكوفاريانس ما بيساويش صفر. في حاجه اسمها معامل الارتباط، لو فاكرين اللي هو كورليشن كوفيشن، ده بنحسبه من خلال الكوفاريانس والفاريانس للتو variables بتاعي اللي هو بنسميه رو. بناخد الكوفاريانس على مضروب ال variance الاثنين، على مضروب ال standard deviation بتاع ال variable الاولاني و standard deviation بتاع ال variable الثاني.
تمام. فاكرين انتوا الكوفيشن كورليشن كوفيشن ده كنا ان هو معامل الارتباط بيبقى 1 او نيجاتيف 1، فاكرين حاجه زي كده؟ نيجاتيف 1 يبقى العلاقه بينهم سواء نيجاتيف 1 او 1 يبقى العلاقه بينهم قويه، لما نقرب من 0 يبقى العلاقه بينهم ضعيفه. تعالوا ناخد مثال سريع، تعالوا ناخد مثال سريع على الحاجات البسيطه اللي احنا خدناها دي في الاحصاء للمين والميديان والكلام ده. انا بديك الدايمتر بتاع التاير، عندي عجلة بديك الدايمتر بتاعها كام ايتم هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 تمانية تمانية values. انا قست الدايمتر بتاع التاير ده وبقول لك احسب لي المين والميديان واحسب لي الفاريانس والستاندرد ديفيشن. فهتطبق المعادلات اللي احنا عملناها قبل كده ببساطة. لو طبقت المعادلات دي هتلاقي المين فاليو طلعت برقم اهو، والميديان زي ما اتفقنا الميديان دي بنرتب من الصغير للكبير وناخد المتوسط بتاعنا اهو، انا بكلمك بالاوردر اهو. لو انا رتبتهم دول زي ما اتفقنا 8 يبقى انا هاخد متوسط الاتنين اللي في النص بالظبط، يبقى دي 571 جبت المين. تقدر تحسب الفاريانس وبعدين تيجي تاخد السكوير وتجيب الستاندرد ديفيشن. جميل. ايه هو تعريف الايرور؟ هو تعريف الخطأ ده هو ببساطة جدا أنا بقول لك الفرق بين ال measured quantity and the true value. يعني أنا لو عارف طول مثلا الترابيزة دي تقريبا أنا عارفه حقيقي الطول الحقيقي بتاعه 10 متر، لو أنا جيت قيسته 10 متر 20 سنتي مثلا، لو أنا جيت قيسته بالشريط بتاعي أو بأي جهاز لقيته 10 متر 18 سنتي، يبقى كده الايرور بتاعي كام؟ يبقى الايرور بتاعي 2 سنتي، او لقيته 10 متر 21 سنتي يبقى الايرور بتاعي 1 سنتي. يبقى هو الديفرنس بين الترو فاليو والميجرد كوانتيتي. انواع السورس بقى، السورس بتاع الايرور ده ممكن يكون من الانسترومنت اللي انت بتستخدمها، زي ما انا بقول لك الشريط بتاعك يكون فيه مشاكل، لو انت بتستخدم اجهزه زي التوتال ستيشن او الفيدولايت ممكن ما تكونش يكون فيها مش مظبوطه. فكل السورس ده ممكن يكون من السورس بتاع الايرور ده ممكن يكون من الانسترومنت بتاعك، سواء انت مثلا كنت بتستخدم حاجه في الجهاز بتقيس بيه، مثلا لو فوتوغرامتر ما خدتوش انت ميجرنج بار، لو كنت بتستخدمه مثلا كان الجهاز مش متعاير مثلا فبيبقى فيه ايرور. نفس الكلام الاجهزه المساحيه لو مش متعايره بيبقى فيها ايرور، فده في انسترومنتال ايرورز. في حاجه اسمها ناتشرال ايرور. ناتشرال ايرور ده ليه علاقه بالانفايرمنت انت بتشتغل فيها، يعني مثلا درجه الحراره عاليه، الضغط عالي بيأثر على الأجهزة بتاعتك، بيأثر على الميجرمنتس بتاعتك، الويند عالية، كل ده بيأثر بقى. في حاجة أخيرة اللي هي البيرسونال ايرورز، دي اللي هي بتيجي من الهيومن سنس. يعني ايه الهيومن سنس؟ انت مثلا البابل مثلا بتاعت الميزان مثلا او بتاعت التوتال ستيشن لما جيت تظبطها ظبطتهاش في النص بالظبط، كانت منحرفة الى حد ما شوية، جيت عملت انت ايه الميكروميتر مش قادر تقرا الديفيجن بتاعته الصغيره، وانت بتعمل ديجيتايزنج زي مثلا في البروجكت بتاع الجي اي اس كده، جيت بترسم البوليجون على الحرف المبنى مثلا ما جبتش بالظبط على حرف المبنى، لما جيت بتوقع الكنترول بوينتس ولا حاجه ما وقعتش الكنترول بوينتس في مكانها بالظبط، فده بيرسونال ايرور. تعالى ناخد مثال كده، لو انا عندي مسافه، هناخد مثال كده لو انا عندي مسافة. هناخد مثال كده لو انا عندي مسافة، هناخد مثال كده لو انا عندي مسافة دي مثلا عايز اقيسها خط اهو عايز اقيسه، فجبت واحد من الزملاء مع شريط هيبدأ يقيس المسافة دي، واحد من الزملاء تاني واقف مع ورقة بيكتب القياسات اللي زميلنا الاولاني هيقيسها، فقاس اول مسافة عنده طلعت 10 متر و19، فقال له صاحبنا اللي بيقيس ده قال له 10 متر 19 سنتي، راح كاتب الراجل اللي واقف بيقيد ده 10 متر 19 سنتي. المسافة التانية قال له 10 21، المسافة التالتة 10 19، المسافة الرابعة قال له 10 19، المسافة الخامسة قال له 10 20. قاسه خمس مرات، قلنا له قيس خمس مرات. طيب هتبص كده في القياسات دي
في حاجة غريبة هنا كده، كله 10 10 10. ما تيجي تقرا بعد كده، رحت انت المكتب بقى بتقرا القياسات دي، لقيت 1.019. مش 10. طب هي دي كان محتمل تكون 10. طب القراية دي بنتعامل معاها ازاي؟ ما بنقولش بقى محتمل ان هي تكون 10 او مش محتمل تكون 10، لا، القراية دي ما بنعتبرهاش معانا اصلا، دي بنشطبها، ودي بنطلق عليها البلاندر ايرور او الجروس ايرور، اللي هو خطأ فادح يعني، ده بعيد جدا عن الداتا، انت بتقيس في حدود 10 متر فجأة لقيتها متر، فخلاص، فدي بالنسبة لنا بنلغيها خالص. يبقى عندنا الداتا بتاعتنا هما الأربع قياسات اللي موجودة دي. طب هنبدأ نتعامل معاهم إزاي؟ خليني بس أقول لك على حاجة تانية، والله أنا اكتشفت الشريط ده لما روحت، لما رحت المكتب عندي، لقيت إن الشريط ده مش بادئ من الزيرو، لقيته بادئ من 2 سنتي. يعني بادئ من سوري بادئ من 2 متر، مش بادئ من الزيرو. انا افترض ان هو شريط كبير يعني 45 متر ولا حاجه، بادئ من 2 متر، فمعنى كده ان في ايرور 2 متر، وانا عارف القيمه دي هل هي موجبه او سالبه، يعني بمعنى ان انا هطرحها او هزودها على ال10. طالما انا بادئ من 2 مش بادئ من الزيرو، يبقى اكيد انا هطرحها من 10، يبقى اكيد القرايات دي كلها ايه، 8 وشويه 8 وشويه 8 وشويه، فده بنسميه سيستماتيك ايرور. سيستماتيك ايرور هو انا عارف مقداره قد ايه وعارف اتجاهه قد ايه، يعني سواء بوزيتيف او نيجاتيف، فالقرايات دي هعدلها تبقى 8 19 21 8 19 28. طب ليه الاختلاف الفرق ده بقى؟ الفرق ده نتيجه الراجل بقى اللي بيقيس ده، هو جاس أول جا أول مقاس أول مرة لقى 0.19، ده تاني لقى 21، تالت مرة وهكذا. ده بنسميه راندم ايرور، اللي هو أو البيرسونال ايرور، ده بنسميه بقى تحول لراندم ايرور، دي بتخضع للراجل اللي بيقيس. طب الراندم ايرور ده بنتغلب عليه ازاي؟ ده بنتغلب عليه بطرق إحصائية، زي ما احنا عملنا من شوية كده، اللي احنا خدناهم شوية الطرق الإحصائية، هاخد لهم ببساطة ايه؟ هاخد لهم الافريج مثلا، ويبقى هو ده الرقم بتاعي اللي انا هقول الدي بتساوي كذا. هنيجي الايرورز بتاعتنا، اول حاجه الجروس ايرور، زي ما قلنا ده رقم، ده خطا ميستيك، ده رقم كبير بيظهر عندي في الداتا، فده الداتا فده لازم نشيله خالص من العيادات بتاعتنا. في السيستماتيك ايرور، ده بيبقى معلوم المقدار والاتجاه بتاعه، فده نقدر نعمل له ماثيماتيكال موديل ونشيله من خلال فانكشن معينه زي الطرح مثلا. احنا عملنا طرح حاجه بسيطه جدا 2 متر، احنا طرحنا من كل الداتا. في اللي هو النوع الاخير اللي هو الراندوم ايرور، في ايه امثله تانية بس قبل ما نروح للراندوم ايرور؟ في سيستماتيك ايرور ممكن يكون ايه تاني غير مثلا غلط في قياس الشريط او البدايه بتاعه الشريط؟ ممكن يكون في حاجه مثلا ليها علاقه بالكيرفيتشر بتاع الارض، المقدار التصحيح بتاع الكيرفيتشر ده بيبقى في كل القرايات بتاعتنا، نقدر نضيفه او نشيله. طيب الراندوم ايرور زي ما قلنا دي عليها علاقه بالانسان اللي بيقيس، اللي بيقيس مثلا ما سنترش مثلا الكروس بتاع الجهاز بتاعه في نص البريزم بالظبط، وانت بتشتغل على التوتال ستيشن البابل بتاعه ما ظبطهاش في نص السيركل الموجوده وهكذا. يبقى تاني الجروس ايرور ده احنا بنشيله خالص من الداتا بتاعتنا، السيستماتيك بنعمل له ماثيماتيكال موديل كده عشان نشيله، والراندوم ايرور دي بنتغلب عليها بالبروبابيلتي موديل اللي هي الطرق الاحصائيه. في حاجتين كده مهمين بنتعامل معاهم، حاجه اسمها accuracy وحاجه اسمها precision. ايه الاكيورسي؟ انا بقول لك الاكيورسي ده degree of closeness of a measurement to the true value، مدى قرب الداتا بتاعتي من الترو فاليو. طيب البرسيجن، البرسيجن انا بقول لك مدى قرب الداتا بتاعتي من بعض. يعني ايه الكلام ده؟ فاكر انت القياسات اللي احنا قسناها السلايد اللي من كام سلايد كده، السلايد اللي قبل اللي فاتت، انا بقول لك القرايات 8 19 8 20 8 21 8 19، فالقرايات كلها حوالين بعض، فده البرسيجن بتاعتها على القرايات قريبه من بعض. بس هل القرايات دي المين بتاعها بيوصلني للترو فاليو؟ لو هو طول المسافه اللي انا بقيسها دي فعلا 8 20، يبقى يبقى دي كمان القرايات بتاعتي دي اكيوريت. لكن لو اصلا القياس اللي انا بقيسه ده 7 وشويه مثلا، لا ده بعيد جدا، يبقى القياسات بتاعتي مش اكيوريت، بس مع ان البرسيجن بتاعها عالي، هي قريبه من بعض لكن كلها بعيد. طب نوضح الكلام ده اكتر ازاي؟ من خلال الرسمه دي. تعالى نمسك كده الرسمه دي اللي فوق على الشمال دي، دي القرايات بتاعتي قريبه من بعض وكمان
قريبه من الترو فاليو اللي هي اللي في المنتصف، انا المنتصف ده اللي هو ترو فاليو، فدي بنقول عليها القرايات دي accurate and precise. تعالى اللي جنبها دي، القرايات قريبه من بعض يبقى دي القرايات دي precise لكن بعيده عن الترو فاليو، بعيده عن المين بتاعي، فبنسميها not accurate. يبقى القرايات دي precise but not accurate. تعالى القرايات دي، والله انت لو خدت الافريج بتاع القرايات دي تقريبا هيجيب لك المنتصف، يبقى القرايات دي accurate but not precise. ليه مش not، ليه مش precise؟ لانها مش قريبه من بعض، مش زي المنظر ده او المنظر ده. اخر اخر رسمه دي not precise and not accurate لان القرايات بعيده عن بعض، وكمان الافريج بتاعها هيجيب somewhere هنا كده بعيد عن الترو فاليو. ببساطه جدا احنا الاكيورسي ده بنقول لك ان هو المين بتاعنا، والبرسيجن ده اكنه الستاندرد ديفيشن مدى قرب. تعال نرجع للمثال بتاعنا كده، يبقى انا بتكلم على المين، يبقى انا هحسب للمسافه بتاعتي دي في الاخر من الميجرمنتس اللي عندي دي، هوصل للمين فاليو اللي هي تطلع 8.20 بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن، واحسب الستاندرد ديفيشن بتاعي للقرايات دي تطلع 0.01 متر. تمام. طيب والله القرايات بتاعتي دي في حاجه اسمها دايركت ميجرمنتس. زي ايه دايركت ميجرمنتس؟ زي ما بقول لك انا بقيس طول معين فاستخدمت الشريط خلاص عشان اقيس طول. والله استخدمت عايز اقيس زاويه فاستخدمت توتال ستيشن او توديليت عشان اقيس زاويه، فدي اسمها دايركت ميجرمنتس. في حاجه اسمها تانية، يبقى الايرور فيها مباشره في الطول اللي انا قيسته ده او في الزاويه اللي انا قيستها، بس في حاجه تانية اسمها اندايركت ميجرمنتس. زي ايه مثلا دايركت ميجرمنتس دي؟ زي لو انا بحسب اريا مثلا اللي هي بتنتج عن حسابات، يعني انا بحسب اريا مثلا قست طول وعرض لترابيزه معينه عايز احسب الاريا، فالاريا دي بتعتبر اندايركت ميجرمنت لانها جايه من حسابات حاجات انا قستها وكان فيها ايرور. وبالتالي زي مثلا الترافرس، فاكرين الترافرس لما كنا بنعمل فيه حسابات انت بتقعد تقيس اطوال وزوايا وتقعد تحسب تحلل الاضلاع وتحسب بيرنج وبعدين توصل في الاخر ان انت الكوردينتس بتاعتك بتاعت الترافرس ده كله. فالفكره كلها ان انت بتعمل بروباجيشن للايرور بتاعك، يبقى الايرور اللي كان موجود في الاطوال والزوايا دي بيحصل له بروباجيشن لغايه ما يوصل للكوردينتس بتاعتك. فاحنا عندنا بنطبق حاجه اسمها لو اوف كوفاريانس بروباجيشن، يبقى عندي اخطاء في شويه ميجرمنتس بتفضل تتراكم معايا او تتكون معايا في الحاجات اللي احنا بنحسب منها للحسابات اللي بنحسبها من الميجرمنتس اللي انا خدتها في الاول. Law of covariance propagation. تعال ناخد مثال كده، انا بقول لك في عندي مسافة عايز اقيسها L عبارة عن 2 segments D1 وD2. بقول لك المسافات اللي انا عايز اقيسها دي لازم يكون معاها ستاندرد ديفيشن و كوفاريانس، العلاقه بين الاثنين. يعني انا معايا شريط مثلا ليه طول معين فمش هقدر اقيس السيجمنت ده كله على بعضه، فبقسمته لتو سيجمنتس، وبما ان الاثنين بقيسهم بنفس الطول بتاعت اللي هو الشريط فبيبقى في علاقه بين التو ميجرمنتس اللي هو الكوفاريانس. فبنكتب الكلام ده في صوره ايه؟ في صوره كوفاريانس ماتريكس. كوفاريانس ماتريكس للميجرمنتس بتاعتي، انا عندي كام ميجرمنت هنا؟ دي 1 ودي 2، يبقى الماتريكس بتاعي ده 2 في 2. طب لو انا بقيس 3 حاجات يبقى الماتريكس بتاعي ده 3 في 3، لو بقيس حاجه واحده يبقى 1 في 1. الدياجونال بتاعي انا بقول لك هو الفاريانس بتاع الميجرمنتس، الدياجونال بتاعي هو الفاريانس بتاع الميجرمنتس. انا بتكلم على دي 1 يبقى الفاريانس بتاع دي 1 سيجما اون سكوير، اتكلم على دي 2 يبقى الفاريانس بتاع دي 2 سكوير. الاوف دايجونال بيبقى الكوفاريانس بتاعي. طيب ايه المطلوب هنا؟ انا بقول لك احسب الطول ال، وبقول لك شوف لي بقى الايرور في الطول ال. يبقى انت ما تيجي تحسب الطول ال ببساطه جدا، يبقى ال بتاعي دي 1 بلس دي 2 صح؟ بس ال اللي هتطلعها دي لازم يكون ليها ايه؟ لازم يكون ليها سيجما، لازم يكون ليها ستاندرد ديفيشن، فبنحسب لها الكوفاريانس ماتريكس بتاعها، وبالتالي
بنحسب الستاندرد ديفيشن بتاعها. هنشوف الكلام ده بالتفصيل باكزامبلز بالتفصيل يعني. طيب عندنا اكزامبل تاني. الاكزامبل التاني ده اريا، يبقى انا عندي برضو تو ميجرمنتس، او دي واحد ودي اتنين، وعايز احسب الاريا في الاخر. نفس الكلام بالظبط، يبقى انا عندي كوفيرينس ماتريكس الميجرمنت بنسميه سي اكس، الدياجونال تاني ده الفاريانس دي 1 سكوير، يبقى سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير، والاوف دياجونال ده الكوفاريانس. هحسب انا الاريا ازاي؟ هضرب المسافتين دول ببعض. بس الاريا اللي احسبها دي لازم بيكون معاها ايرور او كوفاريانس ماتريكس ليها، وبالتالي نقدر نحسب لها ستاندرد ديفيشن. في الاخر اقدر اقول لك الاريا تطلع بكذا بلس اور ماينس كذا. السيستم الاولاني ده بنسميه لينير سيستم، السيستم التاني ده بنسميه نون لينير سيستم. لينير يبقى التغير بتاعي، انا بحسب ال في الاخر، التغير بتاعي لينير، مفيش حاجتين ضاربهم في بعض، مفيش سكوير، مفيش كوزاين وساين، ده في الحاله دي بيبقى اسمه نون لينير زي المثال ده. تعالى بقى المثال هنتكلم عليه قبل ما نخش في امثله، هنشوف هنتعامل مع اللينير سيستم والنون لينير سيستم. طيب اول حاجه انا بقول لك لو انا عندي راندوم فيكتور اكس والكوفاريانس بتاعه سي اكس زي ما خدنا قبل كده في السلايد اللي فاتت، فبقول لك واي بنحسبها ازاي. انا بديك فانكشن كده واي بتساوي اي اكس بلس بي، والكوفاريانس ماتريكس بتاع واي هيكون سي واي. ازاي احسبه بقى؟ يعني زي المساله اللي فاتت كده بالظبط، او زي الاكزامبل اللي فات. انا دلوقتي عايز احسب مسافه ال، ال دي بتساوي دي واحد زائد دي اتنين، تمام دي سهل. هحسب بقى انا سي ال دي ازاي؟ يبقى انا هحسب الكوفاريانس ماتريكس بتاع ال اللي انا حسبتها دي ازاي؟ انا بقول لك ببساطه من القانون ده، a سي اكس مضروبه في a ترانسبوز. ايه الكلام ده؟ ال a انا بقول لك ال a is a coefficient matrix and b is a constant vector. تعالى كده ارجع للسيستم الاولاني ده، انا بقول لك y بتساوي a x plus b، ف a اللي مضروب ده ماتريكس مضروب في x اللي هو الميجرمنت بتاعتي، ده اسمه كوفيشن ماتريكس، والبي ده اسمه كونستانت فيكتور. طيب يبقى انا هقدر احسب الواي بتاعي عادي جدا، واجيب الكوفيرينس ماتريكس بتاعه من القانون ده. خلي بالك ده ضرب ماتريسيز في بعض، هنشوف مع بعض كمان شويه. يبقى ايه سي اكس دي اللي هتبقى من الميجرمنتس مضروبه في الاي ترانسبوز. ده لو كان لينير سيستم. لو كان نون لينير سيستم يبقى انا بقول لك الواي فانكشن في اكس، زي ما قلت لك انا بضرب حاجتين في بعض اكس 1 واكس 2 مثلا، عندي في كوزاين وفي ساين في اكس سكوير، فشكل المعادله النون لينير بيبقى كده. طيب خلاص انا هحسب الواي عادي جدا، بس هجيب الكوفيرينس ماتريكس بتاعها ازاي؟ بقول لك جي سي اكس في جي ترانسبوز. ايه جي ده؟ هي نفس المعادله بتاعت اللينير بالظبط، بس انا شلت ايه اللي هو الكوفيشن ماتريكس حطيته جي. الجي ده بقول لك هو اسمه جاكوبيان ماتريكس، وبيجي من البارشال ديريفاتيف بتاع الفانكشن بتاعتي with respect to x. يبقى بجيب تفاضلات الفانكشن بتاعتي with respect to x. زي ايه مثلا؟ تعال نبص كده المنظر ده او الجاكوبيان ماتريكس. لو انا عندي كذا معادله من الواي، y1 y2 y3 y4 مثلا، وعندي كذا variable من x1 ل xn، بمسك الصف الاولاني افاضل معادله y1 بالنسبه ل x1 بالنسبه ل x2 بالنسبه ل x3 لغايه xn، معادله رقم 2 معادله رقم 3 وهكذا. تعالوا ناخد شويه examples كده ونبدا فيهم مع بعض. بقول لك انا مدي لك هو نفس اللي احنا اتكلمنا عليه، عايز عندي طول ال متقسم لتو سيجمنتس، ادي دي 1 استاهو دي 2 بقيمه كذا متر وكذا متر، وادي السيجما اللي هو الستاندرد ديفيشن بتاع الميجرمنت الاولاني، وادي الستاندرد ديفيشن بتاع الميجرمنت الثاني. بقول لك هات لي الديستانس ال واتس ستاندرد ديفيشن، يبقى عايز الايرور. احنا مجازا هنقول اللي هو الايرور في الايه، في الميجرمنت، في الكالكوليتد ديستانس. اول خطوه عندنا هنحسب ال L. ال L بتساوي D1 بلس D2، مفيهاش أي حاجة. ونكتب ال covariance matrix بتاع ال measurements بتاعت اللي هو CX، بنسميه CX، ال measurements دي اللي هي أكنها X، CX. قلنا هنا ال variance بتاع ال measurement الأولاني
اللي هو سيجما 1 تربيع، والفاريانس بتاع الميجرمنت التاني اللي هي سيجما 2 تربيع. الاوف دياجونال ما جبتش سيري انا على الكوفاريانس ان في علاقة بين الاتنين تو ميجرمنتس، خلاص بنحطهم بزيرو. تمام، نقدر نحسب ال L، يبقى انا كتبت المعادلة، نقدر نحسب ال L، هنجمع الاتنين على بعض ببساطة جدا. وبعدين عايزين دلوقتي نستنتج ال covariance matrix بتاع ال L. طيب ده linear system ولا non linear system؟ ده linear system لان انا جامع two measurements على بعض، مفيش ضرب، مفيش square، مفيش cosine، مفيش sine. ايه القانون بتاعها زي ما خدنا السلايد اللي فاتت؟ CL equals A CX A transpose. طيب واحدة واحدة، CX ده اهو اللي هو قدامنا ده، ده ال dimension بتاعته كام عشان ده مهم جدا؟ 2 في 2. كويس، ال A ده اللي هو ايه؟ ال coefficient matrix. ال coefficient matrix ده دي المعاملات اللي موجودة جنب ال measurements. طيب ده ال dimension بتاعه بيبقى ايه ال matrix ده؟ انا بقول لك الدايمنشن بتاعه عدد المعادلات، ده اللي هو بيساوي عدد الصفوف في الاعمده بتاعته، هتبقى عدد الميجرمنتس بتاعتي. يعني ايه الكلام ده؟ المعادله عندي كام معادله هنا؟ هي معادله واحده، يبقى هو ايه ده؟ صف واحد. كام ميجرمنت؟ اتنين، يبقى هو عمودين، يبقى الماتريكس ده واحد في اتنين. وبالتالي واحد في اتنين مضروبة 2 في 2 اللي هو ال CX مضروبة في الترانسبوز اللي هو 2 1، يطلع في الآخر ال CL ده الدايمنشن بتاعه 1 في 1. تعال نشوف كده مع بعض أهو، يبقى الماتريكس A دي المعاملات اللي موجودة جنب الميجرمنت. يبقى تعالى الميجرمنت الأولاني اسمه إيه؟ دي 1. إيه المعامل اللي موجود جنبه والفاكتور موجود جنبه هنا؟ 1. خلاص، الميجرمنت التاني إيه المعامل موجود جنبه هنا؟ 1. حط نقطة. يبقى هنضرب الترانسبوز، طبعا ده اللي هو بنقلب الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف، يبقى نضربهم في بعض ضرب ماتريسيز بقى عادي. تمشي تضرب يعني مثلا لو مشيت من هنا من الشمال كده، يبقى هتضرب ده في ده، وبعدين الناتج اللي يطلع تضربه في الايه؟ في التاني. ده واحد في اتنين مضروب في اتنين في اتنين مضروب اتنين في اتنين. طيب يبقى واحد، هيطلع الناتج بتاعه واحد في اتنين، هنضربه في اتنين في واحد، يبقى يطلع بتاع الناتج بتاعه واحد. يبقى ده اللي طلع، ده سي واي بتاعت ال L. ال سي واي دي ده الفاريانس بتاع الكالكوليتد ال. طب انا عايز ايه؟ الستاندرد ديفيشن. يبقى هناخد السكوير روت ببساطه كده، الرقم اللي يطلع لك تجيب انا عندي كام رقم بعد الـ بعد الديجيت هنا، واحد اتنين، كل الميجرمنت اللي مديها لك عندي تلات ارقام بعد العلامه العشريه دي، عندي تلات ارقام، يبقى لازم تطلع لي الناتج في الاخر بكام؟ بتلات ارقام، يبقى بلس اور ماينس 0.004 متر. انا بقول لك عندي الرسمه الجميله دي، بقول لك find the value of y and its error if error in x equals plus or minus 0.016 meter at x بتساوي 23.560 meter. طيب انا من الشكل ده كده اقدر اكتب معادله ال y وال x، علاقه بين ال y وال x. اقدر اكتب معادله اقول لك الواي بتساوي ax بلس b. ايه ال a وايه ال b دول؟ دي معادله خط مستقيم. ال a دي ببساطه جدا هي السلوب بتاع الخط ده، وال b ده اللي هو ال constant value اللي هي في الاول. فنقدر نحسب ال a وال b بتوعنا. طيب ايه الميجرمنتس اللي عندي؟ انا بتكلم على x اللي هي ميجرمنت، انا مديلك ال standard deviation بتاعها، أربعه يبقى هو الـ CX بتاعنا لأن أنا عندي 1 measurement بس، هو الـ X بس، فهو ده الـ covariance matrix بتاعها 1 by 1. يبقى نقدر نحسب الـ A، ده الـ slope بتاع الـ line بتاعي، وأدي الـ B زي ما هي 20، اتفقنا. نقدر نحسب بقى الـ Y بتاعتنا كام عند الـ X اللي هو من ده، تمام؟ طيب دلوقتي أنا عايز أحسب إيه؟ الـ CY. الـ CY ده الـ covariance matrix بتاع Y، قلنا بيساوي ده لينير ولا نون لينير سيستم؟ ده لينير سيستم، هو تغير الواي، الاكس تتغير الواي تتغير، مفيش بقى تربيع ولا الكلام اللي احنا هنقعد نعيده تاني بقى، ولا كوزين وساين والكلام ده. طيب يبقى هو القانون بتاعنا A سي اكس A ترانسبوز. طيب ال سي اكس كام في كام الدايمنشن بتاعتها؟ اهي واحد في واحد. ال A عدد المعادلات، وده عدد الصفوف، فين عدد المعادلات؟ هي معادلة واحدة، يبقى هو صف واحد.
طب كام ميجرمنت عندي، كام حاجة بائسة هي الاكس، يبقى عمود واحد، يبقى الدايمنشن بتاع الايه واحد في واحد، وبالتالي ايه ترانسبوز واحد في واحد. طب ايه اللي مضروب في اكس هنا؟ هي قيمة الاي اللي هي 0.5، يبقى الماتريكس بتاع ايه ده هو 0.5. تعالى نشوف كده، يبقى الاي هي الاي ترانسبوز هي 0.5. نضرب بقى الكلام ده في بعضه، نقدر نحسب السي واي الناتج بتاعنا ده الفاريانس، عشان نجيب الايرور او الستاندرد ديفيشن ناخد السكوير روت، نقدر نجيب الايرور ان 1. الموضوع بسيط وسهل جدا خطوه بخطوه. بس طيب تعالى ناخد بقى حاجه على النون لينير. بقول لك البوكس اللي عندك ده عايز اجيب الفوليوم بتاعه، مدي لك ال L وال W وال H الطول والعرض والارتفاع بتاعه، ومدي لك ستاندرد ديفيشن لكل ميجرمنت من دول. بقول لك انا عايز الفوليوم بتاع التانك ده، وعايز الستاندرد ديفيشن في الفوليوم اللي هيطلع. كويس. طيب يبقى اول خطوة هنعملها ايه؟ هنكتب بتاع الميجرمنت. ادي المعادلة بتاع دي، وادي السي اكس بتاع الميجرمنت. ايه الاكس بتاع السي اكس بتاع الميجرمنت؟ زي ما قلنا الدياجونال بيبقى الفاريانس بتاع الميجرمنت بتاعتي، ادام ما جبتش سي انا على الكوفاريانس بنحطه بصفار. يبقى ده سيجما 1 سكوير، سيجما 2 سكوير، سيجما 3 سكوير. انت رتبتهم ازاي؟ رتبتهم ال دبليو اتش، يبقى ده بتاع ال وده بتاع دبليو وده بتاع اتش. ده 3 في 3 تمام، لان انا عندي كام ميجرمنت؟ 3. يبقى المتريكس ده الدايمنشن بتاعته 3 في 3. اول حاجه اعملها احسب الفوليوم بتاعي، هضرب الثلاثه دول في بعض، طلع اهو 12000 فيت كيو كيو فيت. طيب حلو قوي. طيب ده لينير سيستم ولا نون لينير سيستم؟ نرجع كده نفتكر، ده نون لينير. ليه بقى؟ لان انا ضارب ميجرمنتس في بعض، ال L في W في ال H. بنعمل ايه؟ بنروح لحاجه اسمها الجاكوبيان ماتريكس. ايه الجاكوبيان ماتريكس ده؟ والله هو البارشال ديريفاتيف بتاع المعادله بتاعتي بالنسبه للميجرمنتس بتاعتي. طب كويس. طب الجاكوبيان ماتريكس ده الدايمنشن بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ والله انا عندي كام معادله؟ هي معادله واحده، يبقى الدايمنشن بتاعته عدد الصفوف بتاعته هو واحد. طب عندي كام ميجرمنت؟ 3، يبقى فيه 3 صفوف، 3 اسف 3 اعمد. يبقى عندنا صف واحد لان هي معادله واحده، وعندنا 3 اعمد. في كل عمود بناخد البارشال ديريفاتيف بالنسبه للميجرمنت، يعني في الاول هنثبت ال L مثلا، ناخد التفاضل بالنسبه لل L، يبقى هناخد الاثنين اللي جنبيها دول اكنهم كونستنت، يبقى دبليو اتش. العمود الثاني هناخد التفاضل بالنسبه لل W، يبقى هناخد ال L مضروبه في H. العمود الثالث اللي يعني فاضل بالنسبه لل H يبقى L W. تعال نشوف كده مع بعض. يبقى احنا هنطبق ده نونلينير سيستم، جي سي اكس جي ترانسبوز، وادي الجي بتاعتنا اللي احنا لسه قايلينها البارشال ديريفاتيف بتاعها. تقدر تعوض بالارقام بتاعتك ال W وال H وال L، تقدر تجيب الماتريكس ده، ده كامل جاكوبيان 1 باي 3، 1 باي 3 تمام. وال سي اكس كام؟ 3 باي 3. طب الجي ترانسبوز هيبقى 3 باي 1. يبقى في الاخر السي واي هيطلع كام؟ هيطلع 1 باي 1. يبقى هتضرب الكلام ده في بعضه و يطلع لك ده الفاريانس بتاع الايه؟ بتاع الفوليوم بتاعك. طب انا عايز الستاندرد ديفيشن او الايرور، يبقى انا هاخد الجذر التربيعي. طيب الفكره هنا بقى، خلي بالك اليونتس بتاعتي ايه؟ والله ده فوليوم، الفوليوم انت بتطلعه بايه؟ كيوب فيت. يبقى كمان الستاندرد ديفيشن كيوب فيت. الحاجه اللي انت بتحسبها متر تربيع، يبقى الستاندرد ديفيشن بتاعها لازم يطلع بالمتر ايه؟ تربيع. تاني برضو على النون لينير، انا بقول لك في الشكل اللي قدامك ده الفيرتيكال انجل A كانت بثلاث درجات، والستاندرد ديفيشن بتاعها بدقيقه بلس اور ماينس 1 مينت، والسلوب ديستانس عندي اللي هي دي بتساوي 1000 فيت، والستاندرد ديفيشن بتاع الديستانس دي 0.05 فيت. عايز الهوريزونتال ديستانس اتش كابيتال، الستاندرد ديفيشن بتاعها. طيب يبقى انت ببساطه الاول تكتب المعادله، يبقى ال H هتساوي D كوزاين ألف. كويس. دي معادلة نينير ولا نون لينير؟ نون لينير، ده فيها ظاهرة كوزاين أهو وضرب في بعض،
ضرب two measurements في بعض. انت بتقيس ايه تاني؟ هو ال D هي اللي متقاسة والألف. المعادلة بتاعتنا H equals D cosine alpha، وال CX زي ما قلنا ال variance ال diagonal بتاعها بتبقى ال variance بتاع ال measurements، وال off diagonal ده ال covariance. طيب احنا ال measurements بتاعتنا بالترتيب ايه؟ D و alpha، يبقى ده ال variance بتاع D، ده بتاع alpha. تعال نبص بتاع alpha كده كانت عندنا قد ايه؟ 1 minute. ال 1 minute دي انا محتاج احولها ل radians عشان اقدر اتعامل معاها في المعادلات. يبقى 1 minute على 60 حولتها لديجريز، وبعدين اضرب في باي على 180 عشان احولها لريديانز. اقدر احسب ال h، هضرب بقى اعوض بالارقام اللي عندي، جبت قيمه ال h اللي هي horizontal distance. طيب احنا زي ما اتفقنا ده نون لينير سيستم، يبقى انا بتكلم على جاكوبيان ماتريكس، يبقى ال سي واي بتاعي او ال سي اتش هيساوي j سي اكس j ترانسبوز. طيب ال j دي هتبقى ايه تاني؟ احنا عندنا كام معادله؟ هي معادلة واحدة، يبقى عدد الصفوف هو صف واحد. عندنا كام ميجرمنت؟ اتنين، يبقى هما عمودين. طيب هناخد partial derivative بالنسبة لدي، بالنسبة لدي هنعتبر الباقي كله constant، يبقى الأولاني كوزين ألف. الأيتم التاني هنعتبر عايزين ناخد تفاضل كوزين ألفا اللي جنبيها بيبقى constant، يبقى دي كوزين ألفا negative sin ألفا. طب تعالى نبص أهو، يبقى ده الجاكوبيان ماتريكس بتاعي 1 في 2، ونعوض بالقيم القيم بتاعته. نطبق بقى المعادله بتاعتنا، يبقى ال جي في ال سي اكس في ال جي ترانسبوز، جبنا الفاريانس بتاع الهوريزونتال ديستنس، ناخد السكوير روت، يبقى جبنا الستاندرد ديفيشن بلس اور ماينس 0.05 فيت. زي ما قلنا بياخد نفس الوحدات بتاع اللي انا بحسبه، وبياخد نفس عدد العلامة العشرية. هنا عندنا 2 بعد العلامة العشرية، يبقى لازم نوصل في الآخر هنا 2. آخر example معانا، أنا بقول لك a two-dimensional random variable is computed through non-linear system. أنا قلت لك واضحة إن الموضوع اللي جاي ده بنتكلم على non-linear system. عندنا هما two معادلتين لكنها y1 وy2، زي ما هو واضح كده هما معادلتين. بقول لك دول function في x1 و x2 و x3، يبقى انا عندي 3 variables، يبقى معادلتين في 3 variables، واديتك ال constant بره. بقول لك ال covariance matrix is not correlated، معناه ايه الكلام ده؟ يعني معناه كده ان مفيش covariance، مفيش علاقه بين ال variables بتاعت x1 و x2 و x3، واديتك ال variance بتاعهم على طول اهو، بتاع ال x1 وال x2 وال x3. ايه المطلوب مني؟ عايز ال Jacobian matrix عندي initial values عوض بيها، use law of covariance propagation عشان اجيب الراندوم فيكتور y، يبقى انا عايز اجيب y1 و y2 اللي هو المعادلتين الاثنين دول، وبعدين طبعا واجيب الكوفاريانس ماتريكس بتاعهم، بعدين في الاخر بقول لك هات لي correlation between y1 و y2، المعادلتين اللي عندي y1 و y2 دول في بينهم correlation، هاتهولي. طيب تعالى نشوف أول مطلوب معانا. أول مطلوب عايزين نجيب الجاكوبيان ماتريكس عند 2 و 1 و 3. طيب عندنا كام معادلة هنا زي ما اتفقنا؟ عندنا معادلتين، هنفاضل المعادلة الأولانية بالنسبة لـ x1 و x2 و x3 اللي هي 3 variables بتاعتنا، وهنفاضل المعادلة التانية نفس الكلام بالنسبة لـ x1 x2 x3. طيب ده الجاكوبيان ماتريكس أهو، هو معادلتين، يبقى زي ما اتفقنا 2 كام variable 3 by 3. فاضل الأولاني بالنسبة لـ x1 هيبقى 6 في x1، هنا مفيش x1، هنا في x1 plus 2 x2 plus 0 أهو. بالنسبة لـ x2 10 negative 10 x2 plus 2 x1 وال 0 تمام. آخر واحد بالنسبة لـ x3 مفيش x3 هنا خالص، يبقى كل ده بصفار. الأخير يبقى 4 x3 تمام. المعادلة التانية 2 في نيجاتيف 1 ونص، 1 ونص ده بالنسبة لـ x1، بالنسبة لـ x2 نيجاتيف 1، بالنسبة لـ x3 2 x3. هنعوض عند القيم اللي هي مديها لي، يبقى احنا جبنا 2 1 3. يبقى احنا كده جبنا الجاكوبيان ماتريكس. المطلوب التاني كان طالب الكوفاريانس ماتريكس بتاع واي،
ده نون لينير سيستم زي ما احنا اتفقنا، يبقى المعادلة بتاعته ده ال سي اكس بتاع الميجرمنتس بتاعتي، يبقى المعادلة بتاعته جي سي اكس جي ترانسبوز. يبقى انا هاخد الجي اللي فوق احطه، وادي السي اكس ده الفاريانسز بتاع اكس 1 اكس 2 اكس 3 مضروبة في الجي ترانسبوز، يطلع لي ماتريكس 2 باي 2. ليه طلع 2 باي 2؟ لان انا كان عندي معادلتين هي y1 y2، اهي المعادله الاولى والثانيه، فطلع 2 باي 2. طيب الدياجونال ده الفاريانسز بتاع المعادلات بتاعتي، يبقى ده الفاريانس بتاع y1 وده الفاريانس بتاع y2، والاوف دياجونال ده الكوفاريانس، ولازم يطلع طبعا نفس الرقم. المطلوب الثالث كنت عايز احسب الكورليشن كوفيشنت بتوين y1 والy2، كان معادلته كانت بتساوي ايه؟ رو ايكوالز الكوفاريانس على الستاندرد ديفيشن بتاع ال y1 وال y2، يبقى الكوفاريانس على الستاندرد ديفيشن بتاع y1 وال y2، يبقى هناخد الكوفاريانس من هنا على السكوير روت بتاع الفاريانس y1 مضروب في فاريانس y2، يبقى هي الكوفاريانس على الستاندرد ديفيشن. نقدر نجيب اللي هو الرول، هو الرول كورليشن كوفيشن او معامل الارتباط. عندنا كام اكزامبل كده، 2 اكزامبلز هنلاقيهم في الشيت عندنا. بقول لك انا عندي مستطيل وخدت الباوندري بتاعته قسته 50 و17 متر، والباوندري التاني كان 61.09. بقول لك الباوندري اتقاست ب 30 متر لونج ستيل تيب، يبقى الشريط عندي كان ستيل وطوله 30 متر، بس قلت لك ده فيه ايرور، 30 متر دول فيهم 0.03 متر ايرور، شورت اور لونج ما قلت لكش يعني بلس اور ماينس، يعني اكن الستاندرد ديفيشن عندي كام؟ 0.03، بس ال 0.03 دي في ال 30 متر. خلي بالك انت قست ايه؟ 50 61، 50 وشويه 61 وشويه، تمام. فانت هتحتاج تعمل ايه؟ هتحتاج تنسب الايرور ده اللي في ال 30 متر، هتحتاج تنسبه بالنسبه لل 50 وبالنسبه لل 60 او ال 61. بقول لك compute corresponding uncertainty in the calculated area، يبقى انا عايز الاريا اللي هي a area بتساوي x of y، يبقى ده non linear. وبعد ما اجيب الاريا تحسب لي الايرور في الاريا دي. الاكزامبل الثاني انا عايز الاريا بتاعت الشكل اللي قدامنا ده والستاندرد ديفيشن بتاعها. طيب الشكل ده عباره عن ايه؟ في عندي هنا نص دايره، ده ربع دايره، وفي عندي هنا مستطيل اهو، وفي عندي مثلث. يبقى انت ممكن الشكل ده كله يبقى عباره عن اريا 1 اللي هي ربع دايره، ممكن بلس اريا 2 اللي هي المستطيل بلس اريا 3، او ممكن تقسمه لتو ارياز بس، يبقى اريا 1 اللي هي ربع دايره بلس اريا 2 اللي هي مساحة الترابيزويدال ده. مساحة الترابيزويدال ده لو فاكر مجموع تقريبا الضلعين المتوازيين دول في الارتفاع بتاعهم. يبقى الاريا الاولانية بتساوي ايه بتاعت الربع دايرة دي؟ باي ار سكوير على كام؟ على 4. مساحة الدايرة باي ار سكوير على 4 عشان اجيب ربع دايرة. الار عندي اللي هو بواي 1، يبقى باي واي 1 سكوير على 4، هذه الاريا الاولانيه. الاريا الثانيه اكس 1 بلس اكس 2 مضروبين في الايه؟ في الواي. كده بقى انا جبت الاريا بتاعتي بتساوي الاريا 1 بلس الاريا 2. بقى عندي كام فاريبل جوه؟ هو واي 1 واي 2 واكس 1 واكس 2، يبقى عندي 4 فاريبلز، بس هي معادله واحده. الاريا بتساوي function في الفور variables ده. ده linear system ولا non linear system؟ على حسب انت ضارب الحاجات في بعض ولا مش ضارب. انت ضارب، تمام، non linear، بس انا بتكلم على معادلة واحدة. فانت هتحسب الاريا، بعدين تمسك تحسب جاكوبيان matrix، وتقدر تكمل وتجيب المتريكس في الاخر بتاع ال standard بتاع ال covariance matrix بتاع الاريا اللي هو هيطلع 1 by 1 ده الفاريانس بتاعها، وبعدين تاخد square root وتجيب ال standard deviation. دول مسألتين دول هينزلوا لك في شيت وهينزل حلهم، تجرب مع نفسك وهننزل لك حلهم عشان تتأكد من الحل بنفسك. وبعد كده في الآخر هنبقى ننزل لك هوم ورك عليهم، مثلا مسألتين أو ثلاثة.
وإن شاء الله هيكون في ديسكشن مع الزملاء المعيدين بالنسبة للمسائل، عشان لو في عندك مشكلة أو عندك سؤال ولا حاجة. شكرا.